السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم يا شباب وطابت أوقاتكم ولياليكم، ونرحب بكم أعزائي الطلاب فرسان الصف السادس الابتدائي في مراجعة الخاصة بالتطبيق الأول للوحدة الثانية في الفصل الدراسي الثاني، ونستهل جلستنا يا شباب بقراءة رؤيتنا، وهي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. أما الرسالة يا أبطال فهي توفير خبرات تعلم متطورة ومتنوعة ضمن بيئة آمنة وثرية تحفز على الابتكار والإبداع وتعزز الانتماء للوطن والتمسك بقيم الدين. كما قلنا يا أبطال، إن شاء الله اليوم سوف نراجع الوحدة الثانية، هي النموذجية بالروبوت، ونبدأ مباشرة بالدرس الأول هو التعلم بالترفيه. تحدثنا يا أبطال وقلنا أن التعلم والترفيه من أهم النقاط التي سوف تواجهنا هو مفهوم التعلم والترفيه. ماذا يعني التعلم والترفيه؟ قلنا التعلم والترفيه هو تقديم عملية التعليم للمتعلمين في قالب من التسلية والمتعة والفائدة. يبقى إذن هو تقديم عملية التعلم للمتعلمين في قالب من التسلية والمتعة والفائدة. وننتقل إلى النقطة الثانية الهامة وهي مزايا التعلم والترفيه. ما هي مزايا التعلم والترفيه؟ لماذا يا شباب نستخدم التعلم والترفيه؟ لماذا بات التعلم والترفيه من أهم وأفضل أنواع التعلم حاليا؟ لأنه يقوم على زيادة الدافعية للمتعلمين، يجعلك عندك دافعية للتعلم، عندك دافعية لمعرفة المزيد. يبقى زيادة الدافعية للتعلم والمشاركة في الأنشطة التعليمية. اثنين، تطوير مهارات التفكير. يطور من مهارات التفكير من خلال استخدام الألعاب والأحاجي أو ألعاب الفيديو. ثلاثة، زيادة القدرة على التفكير الإبداعي والابتكار. لا يجعلك فقط تحفظ أو تكرر، لا، يجعلك تزيد من القدرة على التفكير الإبداعي والابتكار. أخيرا، إشراك العديد من الحواس في عملية التعليم. يجعل المشارك أكثر من حاسة في عملية التعليم، مثل حاسة السمع، حاسة البصر، حاسة اللمس أيضا، وكل هذا يجعلنا نتعمق في المعرفة ونزداد معرفة بها. إذن فهو زيادة الدافعية للتعليم، تطوير مهارات التفكير، زيادة القدرة على التفكير الإبداعي والابتكار، إشراك العديد من الحواس، كل هذا من مزايا التعلم بالترفيه. ننتقل يا شباب إلى الدرس الرابع وهو اختبار البرنامج وتشخيص الأخطاء. إذن يا أبطال ننتقل إلى مفهوم اختبار البرنامج. مفهوم اختبار البرنامج من أهم المفاهيم لدينا في هذه الوحدة، وقلنا اختبار البرنامج هو عملية تجربة صحة تنفيذ البرنامج. يبقى إذن هو عملية تجربة صحة تنفيذ البرنامج وتحقيق الأهداف المحددة بشكل صحيح. أنا أتأكد من أن هذه الأهداف تتحقق بشكل صحيح. إذا قلت لك مثلا أن هذا الروبوت يتحرك باتجاه الشرق 10 خطوات، إذا ماذا تفعل أنت لكي تتأكد من صحة البرمجة؟ تنفذ أو تختبر وتطبق هذه البرمجية، وإذا تحرك بالفعل ناحية الشرق 10 خطوات فإذا هو حقق الهدف المحدد له بشكل صحيح، وإلا تبحث عن الخطأ وتصححه. يبقى إذن اختبار البرنامج هو عملية تجربة صحة تنفيذ البرنامج وتحقيق الأهداف المحددة فيه بشكل صحيح. إذن يا أبطال، عندي سؤال لكم لإظهار أخطاء ما في البرنامج. إذا ظهر خطأ ما، لكي نعرف ما وجود خطأ ما في البرنامج، يجب علينا في البداية أي شيء يا أبطال؟ نعم، أسمعكم، اختباره. برافو عليكم يا أبطال، أحسنتم. يبقى لابد لنا من اختباره لكي نكتشف الأخطاء. ننتقل سريعا يا أبطال إلى المفهوم الثاني وهو التشخيص. التشخيص يا أبطال يتم عملية التشخيص للتحقق من وجود الأخطاء البرمجية واكتشافها، ومن ثم تصحيحها، مما يسمح لعمليات البرنامج
أن تسير وفق المواصفات المحددة مسبقا لتحقيق الهدف. إذا التشخيص أنت عندما تذهب إلى الطبيب لكي يشخص المرض، لكي يضع يده على الخطأ، فين المرض؟ كذلك أيضا المبرمج يا بطل يستطيع أن يشخص الخطأ. كيف؟ هي عملية التشخيص التحقق من وجود أخطاء، هي عملية دورة أتبعها لكي أتأكد هل بوجود خطأ أم لا. إذا هو عملية تشخيص تحقق التحقق من وجود الأخطاء البرمجية واكتشافها وتصحيحها، مما يسمح لعمليات البرنامج أن تسير وفق المواصفات المحددة مسبقا. ونأتي الآن يا أبطال إلى دور تشخيص الأخطاء البرمجية. هناك دور تشخيص الأخطاء البرمجية وهي كالتالي: أول خطوة لنا هي حدد موقع الخطأ. حدد موقع الأخطاء البرمجية بشكل صحيح، نضع يدنا على الخطأ، نعم أيوه الخطأ هنا، الخطأ هنا. عندما أعرف مكان الخطأ ننتقل إلى المرحلة الثانية مباشرة، وهي فكر في الحل. ما هو الحل إذا؟ هل أنت تعرف الحل؟ أحيانا قد تضع سالب للخطأ في مثلا تحرك 10 خطوات فأنت جعلتها سالب 10، تحرك إلى اليمين فأنت جعلتها إلى اليسار، أحيانا في هنا الخطأ، فأنت مباشرة تفكر في الحل. نعم الحل هو حذف كلمة السالب، حذف اليسار وجعلها اليمين، وهكذا. يبقى إذا أول شيء حدد الموقع الخطأ، ثانيا فكر في الحل، اكتشف سبب الخطأ البرمجي ومصدره وفكر في الحل له. ننتقل إلى الخطوة الثالثة وهي قم بإصلاح الخطأ مباشرة، عدل هذا الخطأ وقم بتصحيحه، قم بتجربة جميع الحلول الممكنة واختر أفضلها. وبعد ذلك يا بطل ننتقل إلى الخطوة الرابعة والأخيرة وهي إعادة اختبار البرنامج. لا تكتفي يا بطل، لا تكتفي بتصحيح الخطأ ومن ثم تصدر البرنامج أو تستخدمه مباشرة، هذا خطأ، هذا خطأ كبير، لأنه قد يحدث هناك خطأ آخر. إذا بعد مرحلة إصلاح الخطأ لابد عليك من إعادة الاختبار مرة ثانية. شغل البرنامج وتحقق من عدم وجود أي أخطاء. في حال وجدت كرر الخطوات مرة أخرى، وإذا وجدت أخطاء أخرى حاول أن تكرر عملية تشخيص الأخطاء مرة أخرى لكي تصل إلى برمجية بلا أخطاء تحقق الهدف المنشود لها. إذا أمامك يا بطل دورة تشخيص الأخطاء البرمجية. قد يقول لك أذكر دورة تشخيص الأخطاء البرمجية، أو تأتي لك على هيئة مستطيل فارغ وأنت تملأ هذه الدورة. وأخيرا يا بطل يتم الوصول إلى الحل وتصحيح جميع الأخطاء وتصدير برمجيتك. إلى هنا يا شباب يكون قد انتهينا من جلستنا اليوم. أتمنى أن تكونوا استفدتم وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.